يلا شو طالعه بتجنن. حلو كثير حلو. برافو نور. برافو برافو. مدام نور هذا مهند كيف كان عم يتصل مشان يباركي؟ يلا يلا حبيبي. ايه يا خانو صح مفهوم وجود عنا بالمستشفى، لقوه على الطريق مفعول بسكينه بظهره. شو؟ هو هلا عنا قسم الاسعاف. الو الو مدام لساتك معي؟ الو الو مدام نور التحيه بلشت. مدام لازم تطلع بسرعه بسرعه لسه ما بتصير. والآن إليكم المصممة المبدعة نورشا أوغلو. برافو برافو نور. يا اخي صرعتونا بهالاغاني بهالديجيتال، ما في غير الاغاني. حطونا على شي محطة اخبار يا حبيبي. ولك اخي روح اسمع الاخبار ببيتك، نحن جايين لهون حتى نريح راسنا. مو مزبوط؟ حط الاخبار لنشوف يا بي. حط لنا على الاخبار. جم دنيا تبجان. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتابع أخبارنا المحلية وإليكم هذا الخبر العاجل. نقل أحد أهم رجال الأعمال مهند شاد أوغلو إلى المستشفى الوطني نتيجة اعتداء عليه طعنا بالسكين. وحسب ما نقله إلينا مراسلنا من المستشفى الوطني فإن سبب الاعتداء لم يعرف بعد، والفاعل الذي نفذ هذا الاعتداء قد هرب. وكان قد وجد رجل الأعمال الشاب مهند شاد أوغلو على قارعة الطريق مصابا إصابات بليغة بظهره وفاقدا للوعي. ولم يدي أفراد عائلة شاد أوغلو بأي تصريح بعد، ولم يعرف الفاعل. وفي القضية التي من المتوقع أن تكون قد حدثت تقريبا بعد الظهر، وحسب أقوال مدير الأمن والجهات المعنية فإن الحادث اعتداء مدبر. وقد بدأت التحقيقات بهذه الشريطة بسرعة، وحسب التصريحات أيضا فإن القضية ليست قضية سرقة، وأن النقود والتليفون والأشياء القيمة التي كانت مع رجل الأعمال مهند شاد أوغلو لم تمس أبدا وبقيت معه في السيارة. وخلال الأيام القادمة سيعرف من هو الفاعل الحقيقي. مرت عمي مرت. ماما ماما شو صار لي؟ عم اشوف ابني. يا رب شيلوا الامر وحطه بعمر ابني، مشان الله خلوني شوف ابني. ماما مشان الله اهدي، لا تسوي بحالك هيك. خلص حبيبتي. وينه؟ شلونه هلا؟ طيب فهموني شو صاير معه؟ لسه ما بنعرف. طيب مين ساوى فيه هيك وليش؟ كل شي بنعرفه انه وضعه كتير خطير ويمكن ما يقوم من العملية ابدا. يا ربي دخيلك شو عم بيصير. نور اطمني يا ربي، ان شاء الله ما بيصير له شي حبيبتي.
يا عمري مين سوى فيك هيك؟ بحياتك ما أذيت حدا يا قلبي. مرت عمي بدي ابني. اهدي شوي مرت عمي. يا رب دفلك. ما عنده أي مشاكل، لو كان عنده أي مشاكل كان حكالي عنه. إمتى آخر مرة حكيت معه؟ قبل ما يطلع من الشركة بشوي شفته وحكيته، قال لي إنه رح يتأخر وبعدين رح يجي على عرض الأزياء، وبعدين رحت على مكتبه. يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي، كنا عم ناخذ إفادة السيد أنور، هو المدير العام لشركات شاد أغلو. إن شاء الله سلامته. الله يسلمك. شو صار معكم؟ إن شاء الله لقيته دفاعي. مع الأسف، بس الشباب عم يدققوا بكل التقارير يلي اجتنا من موقع الحادث. ومين له مصلحة ليعمل هي العملة؟ وشو بده من مهند؟ ما بعرف شو بده، ممكن يكون أكثر من سبب، بس أنت لازم تحكي لنا كل شيء بتعرفه عن مهند. إذا هالشيء بيفيد التحقيق طبعاً أنا جاهز. طيب، اجته شي رسالة تهديد أو تليفون بالفترة الأخيرة من شي حدا؟ لا، حسب معرفتي ما اجى شي منها، ولو وصلوا هيك شي كان أكيد قال لي. بلكي بيكون خبى عنك. طيب متخانق مع شي متعهد؟ أو صار بينه وبين حدا من رجال الأعمال مشاكل من شان شي تعهد؟ لا لا، أبداً ما صار هيك شي، أنا متأكد، وكل العالم بتحبه. لازم يكون في تفسير لهالشي، حتى لو كل العالم بيحبوه أكيد في له أعداء. بعد إذنك بدي أخذ إفادة أفراد عيلة السيد مهند مشان التحقيق، لأنه بدنا نحل هاللغز هاد ونلاقي الفاعل ونجازيه على فعلته. دقيقة لو سمحت يا أخي، لوين؟ أنا فايت أطمن على السيد مهند. آسف ممنوع تفوت، إجتنا التعليمات إنه ما نسمح لحدا يفوت على المشفى. بس أنا من العيلة والستنور بالدياني. عفوا. آسف ما بقدر. عم قلك خليني فوت مرته لمهند بالدياني. ماشي ماشي، هو معنا. طيب مثل ما بدك. لوين يا سيد؟ شو كمان ممكن تعطينا استجابات او طريقه لانه كمان تعليمات النقاط على الحروب؟ ما بعرف اي شيء. اصبح انت من العيله، تفضل. ماشي لو سمحتوا خليني فوت. عفوا. ما بعرف ما بعرف. لحظه يا استاذ، هلا ما فيك تفوت. يا الله، حدا يقول لي بقى امتى رح تخلص هالعملية ولا طولوا؟ مشان الله فوتوا وشوفوا لي شو عم يساووا بيدي. نانا مشان الله فوتي لعند شوفي لي انا لساته عايش ولا لا. يا رب يا ابني الله يشفيك، الله يحميك يا رب. يا رب شيلوا العمر وحطه بعمر ابني مشان الله. طمنوني يا جماعه، ما حدا قال لكم عنه شيء؟ لا ما حدا قال لنا شيء. يا رب دخيلك يا رب لا تحرق قلبي. الله يعافيك. الله يشفي لك يا رح يطير ان شاء الله، بيرجع لك مثل الاول واحسن. اخ يا ربي يا ربي. سلامة قلبه يا نور. شو صار معه؟ ابني عم يموت يا كامل، ابني مهند بده يتركنا ويروح يا ربي. مين اللي سوى فيه هيك؟ ما منعرف. طيب شلونه هلا؟ ما منعرف اي شيء، ما منعرف. خلص يا عمي لا تبكي، خلص انا جاهز. يا الله دخيلك يا ربي. يقوم بالسلامة. Yeah.